فينيسيو جوزيه دي أوليفيرا جونيور، المعروف باسم فينيسيو جونيور، وهو لاعب كرة قدم برازيلي يلعب في مركز الجناح مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني والمنتخب البرازيلي. يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهو معروف بمهاراته في المراوغة والسرعة العالية والتسديد. في فيديو اليوم سوف نعرفكم على حياته الشخصية وإنجازاته وخمس حقائق سوف تسمعها لأول مرة عنه، وعن كم تبلغ ثروته، وعن السبب الذي جعله يزور المغرب ليلة أمس. المهم في هذا الفيديو سوف نعرفكم على كل شيء يتعلق بفينيسيو جونيور، لذلك من فضلكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد، وتابعوا الفيديو إلى النهاية بعد الانترو. ولد فينيسيو جونيور أو فينيسيو جوزيه دي أوليفيرا جونيور في 12 يوليو تموز عام 2000 بمدينة ساو غونشالو تابعة لولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل، وبدأت علاقته بكرة القدم في سن مبكرة بشوارع الأحياء الفقيرة بمدينته. وفي السادسة من عمره التحق بإحدى المدارس الكروية التابعة لنادي فلامينغو البرازيلي القريبة من حي ميتياوا الذي كان يقطن به. وبدأ فينيسيوس ممارسة كرة القدم بمركز ظهير أيسر قبل أن يغير أحد مدربيه مركزه من مدافع إلى جناح أيسر، مستغلا قدراته الفنية الكبيرة التي جعلت منه نجما عالميا. وقد كان الفتى البرازيلي منذ صغره شغوفا جدا بلعب كرة القدم، لدرجة أنه في الفترة ما بين 2007 و 2010 كان يلعب لفريقين مختلفين في رياضتين مختلفتين، وهما أحد فروع نادي فلامينغو لكرة القدم ونادي ساو غونشالو لكرة القدم داخل الصالات. وبدأ فينيسيوس يمارس لعبته المفضلة بنادي فلامينغو مع فئة أقل من 11 سنة، وكانت لحظتها مرحلة مفصلية في مشواره الرياضي، إذ إن المركز التدريبي نينهو دو أوربو التابع لنادي فلامينغو كان يبعد 70 كيلومترا عن حي ميتياوا حيث تسكن عائلة فينيسيوس. وعاشت العائلة مع ابنها فترة من المعاناة بسبب بعد المسافة وضعف الإمكانيات في مقابل تحقيق حلم فينيسيوس الصغير بالاحتراف في أقوى الأندية العالمية. وكانت والدته فرناندا هي التي ترافقه حتى بلدة جافيا التي توجد في منتصف الطريق، ليستقل الحافلة الثانية إلى نينهو حيث يوجد مركز التدريب. وتظل والدته في انتظاره لأكثر من 4 ساعات حتى يعود، وفي الوقت نفسه كان والده يذهب للعمل في ساو باولو البعيد لكسب قوت عيش أسرته. وكان والده يشتغل في مجال المعلوميات، وبالكاد يستطيع توفير الحاجيات الأساسية لأسرته الصغيرة المكونة من الأب والأم وثلاث أطفال بينهم فينيسيوس الصغير، لكن رغم ذلك كان يطمح لتحقيق حلم ابنه. يقول والده: لقد رأيت شيئا رائعا في ابني عندما يلمس الكرة وعندما كان يراوغ أكثر فأكثر، لقد ولد من أجل هذا. ويذكر مدربه كاكو أنه كان عليه أن يستقل حافلتين للوصول إلى هناك، وكلفة الرحلة حوالي 20 ريال أي 6 دولار، وهو مبلغ مكلف بالنسبة لأسرة فقيرة. وبسبب هذه التكاليف قررت الأسرة أن ينتقل فينيسيوس الصغير إلى العيش مع عمه في منزله الموجود ببلدة قريبة من مركز تدريبات نادي فلامينغو. ولعبت كرة القدم داخل الصالات دورا كبيرا في تطوير مستوى فينيسيوس، وخاصة في المراوغات داخل المساحات الضيقة وتحسين سرعة ردة فعله وخفة حركاته، وهو ما أثر بشكل كبير على مسيرته الاحترافية في ممارسة كرة القدم داخل المستطيل الأخضر. والآن سوف نستعرض لكم بعض من إنجازات فينيسيوس جونيور داخل عالم كرة القدم.
استطاع أن يحقق فينيسيوس جونيور مع نادي فلامينغو البرازيلي سنة 2017 لقب وصيف بطل كأس البرازيل ووصيف بطل كأس أمريكا الجنوبية، وفاز ببطولة ريو دي جانيرو. وفي السنة الموالية سنة 2018 استطاع الفوز بكأس كوانابارا، وبعدها استطاع أن يحقق مع النادي الملكي ريال مدريد في سنة 2018 فاز بكأس عالم للأندية، وفي سنة 2020 فاز ببطولة إسبانيا الليغا وفاز بكأس السوبر الإسباني، وفي سنة 2022 فاز ببطولة إسبانيا الليغا وأيضا فاز بكأس العالم للأندية وفاز بكأس السوبر الإسباني وفاز بلقب عصبة أبطال أوروبا، وبعدها في سنة 2023 فاز بكأس إسبانيا. واستطاع أن يحقق مع المنتخب البرازيلي أيضا في سنة 2015 فاز ببطولة كومبو لأقل من 15 سنة، وفي سنة 2017 فاز ببطولة الكومبو لأقل من 17 سنة، وفي سنة 2021 كان وصيف بطل أمريكا الجنوبية مع المنتخب الأول. واستطاع أيضا أن يحقق عدة جوائز فردية كأحسن لاعب في بطولة كأس العالم للأندية سنة 2022، واستطاع أن يحقق أيضا أحسن لاعب شاب في عصبة الأبطال الأوروبية سنة 2021 وسنة 2022، واستطاع أن يصبح لاعب الشهر في ريال مدريد في ثلاث مناسبات سنة 2021، وفي نوفمبر تشرين الثاني سنة 2021 كان لاعب الشهر في البطولة الإسبانية دالليغا. وفي سنة 2019 حصل على الرتبة الرابعة لجائزة كوبا التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول لأحسن لاعب واعد، وفي سنة 2018 حصل على الرتبة الخامسة في جوائز جولدن بوي لأحسن لاعب شاب، وفي سنة 2019 كان ثاني أحسن لاعب لأقل من 18 سنة، وفي سنة 2017 كان هداف وأحسن لاعب في بطولة أمريكا الجنوبية لأقل من 17 سنة. والآن سوف نستعرض لكم خمس حقائق سوف تسمعوها لأول مرة عن فينيسيوس جونيور. في أول حقيقة لدينا، يعتبر فينيسيوس جونيور هو أصغر لاعب أجنبي يسجل في الكلاسيكو في موسمه الثاني مع ريال مدريد سنة 2019 وسنة 2020. سجل فينيسيوس الهدف الذي مهد الطريق للفوز باثنين مقابل الصفر على ملعب سانتياغو برنابيو ليصبح أصغر أجنبي يسجل في تاريخ الكلاسيكو بعمر 19 عاما و230 يوما فقط، متجاوزا الرقم القياسي الذي كان يخص ميسي أي 19 عاما و259 يوما. وبالنسبة لثاني حقيقة لدينا عن فينيسيوس جونيور، حيث أنه بدأ مسيرته في كرة الصالات مثل العديد من الشباب في جميع أنحاء البرازيل، انطلقت موهبة فينيسيوس جونيور سريعا في مسابقات كرة الصالات بسن السابعة مع نادي كانتو دوريو لكرة القدم ومقره الجزء الجنوبي من ساو غونزالو بسبب المسافة الطويلة بين منزله ومركز التدريب التي تضمنت رحلة قصيرة بالعبارة. انتقل فينيسيوس للعيش مع عمه أولسيس، هناك تعلم فينيسيوس المراوغة واستكشاف الحركة في المساحات الضيقة، مما أدى إلى تحسين رشاقته وردود أفعاله وإمكاناته المهارية الرائعة. في سن 9 خاض تجارب الانضمام لنادي فلامينغو، لكن محاولته الأولى لم تفلح على الرغم من الإشادة به، وكان عليه الانتظار موسما آخر للتوقيع للنادي. وبالنسبة لثالث حقيقة لدينا عن فينيسيوس جونيور، وهي أنه يجيد ألعاب الفيديو مع ميسي. عندما كان طفلا بجانب مسابقات صالاج، أحب فينيسيوس لعب كرة القدم في الشارع مع أصدقائه، وفي الوقت الذي يقضيه في المنزل كان تركيزه بين هاتفه الجوال وألعاب الفيديو. ورغم أنه لاعب في ريال مدريد، فإنه بالألعاب الفيديو يميل كثيرا إلى نادي برشلونة لأنه يحب اللعب مع العبقري الأرجنتيني ليونيل ميسي. الآن مع تقدم الأرجنتيني بالعمر ومع مسيرة مهنية أكثر رسوخا، يستمر شغف فينيسيوس بالألعاب الفيديو، لكن ربما يبحث مستقبلا عن فريق مختلف.
وفي رابع حقيقة لدينا عن فينيسيوس جونيور، وهي أنه مثل اللاعب السابق للبرازيل كاكا أنه لا يحب الحفلات الساخبة. نعم صحيح أنها كانت دائما توصية من طاقمه الشخصي، خاصة عندما بدأ في اتخاذ خطواته الأولى مع فريق فلامينغو وبدأت توقعات الجماهير والصحافة له تنمو، لكن فينيسيوس لم ينجذب للحياة الليلية أبدا كما كان يفعل جميع الشباب من أقرانه على الاحتفالات. كان النجم البرازيلي يفضل ألعاب الفيديو والتجمع بالمنزل مع أصدقائه. وفي خامس وآخر حقيقة لدينا عن اللاعب فينيسيوس جونيور، وهي أنه شغوف بكرة السلة. مثل نيمار أحد أعظم نجوم كرة القدم في جيله البرازيلي، فإن فينيسيوس لديه شغف برياضة أخرى وهي كرة السلة، ويعشق النجم البرازيلي متابعة منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة وكذلك فريق فلامينغو إن بي بي نوفو باسكيت برازيل، حيث اعتاد مشاهدة المباريات من المدرجات. الآن ومن بعيد مازال فينيسيوس يحافظ على علاقته بنادي فلامينغو ومع العديد من امتيازات الدوري الأمريكي من خلال نشر الصور على ملفاته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. والآن سوف نستعرض لكم كم تبلغ ثروة فينيسيوس جونيور لسنة 2024. تبلغ القيمة السوقية للاعب فينيسيوس جونيور 150 مليون دولار، وبالنسبة لراتبه مع النادي الملكي نادي ريال مدريد فهي 27 مليون دولار فاصلة 6 يأخذها كل سنة. وبالنسبة لصافي ثروته على حسب مجلة فورس الأمريكية فهي 50 مليون دولار أمريكي. ومؤخرا وفي هذا الأسبوع قام النجم البرازيلي بالسفر إلى مدينة مراكش المغربية لقضاء إجازة قصيرة، وقد نشر صورا له في حسابه على الانستغرام وهو يرتدي قميص أسود الأطلس. اختار فينيسيوس مدينة مراكش لقضاء عطلة قصيرة منحها له النادي الملكي، كما أنه قام بزيارة لأحد المدارس العمومية بالمدينة وسط تجمهر كبير من الشباب الذين حاولوا التقاط صور تذكارية مع النجم البرازيلي. وحظي فينيسيوس باستقبال كبير من طرف تلاميذ المدرسة التي قام بزيارتها بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحكم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب فريق الملكي. وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو قد أعلنت قبل أسابيع تعيين فينيسيوس جونيور سفيرا للنوايا الحسنة لمبادرة اليونسكو للتعليم للجميع، وجاء الإعلان خلال احتفالية أقيمت في مركز تدريبات النادي ليصبح فينيسيوس ثاني لاعب برازيلي يتم اختياره سفيرا للنوايا الحسنة بعد بيليه. ويشار إلى أن فينيسيوس شارك في المباراة الأخيرة لنادي ريال مدريد أمام رايو فاليكانو التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مساء أمس الأحد قبل أن شد الرحال صوب المغرب. كما شاهدتم معنا كان هذا كل شيء عن فينيسيوس جونيور، قصة حياته وإنجازاته وبعض الحقائق ربما لم تسمعوها وكم تبلغ ثروته وراتبه الحالي وأيضا الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى المغرب. كان هذا كل شيء يا أصدقاء. كما شاهدتم معنا يا أصدقاء كان هذا كل شيء في فيديو اليوم عن لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور. أتمنى أن ينال المقطع على إعجابكم، ومن فضلكم لا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في قناتنا وصفحتنا على الفيسبوك ليصلكم كل جديد. وداعا peace and love، لنلتقي في مقطع جديد إن شاء الله.